متابعين باوتو فوكس باكيد فولفو دريم ويك اللي هالاسبوع طوال الاسبوع عم نتعرف كنا على سيارات فولفو اللي كتير حلوين اكيد، واليوم اكيد رح نتعرف على سياره جديده مع ليال كرم كاعي اللي موجوده معنا حتى تحكينا عن الفولفو اس 60، سياره كتير حلوه. ليال شو فيك تخبرينا اكثر عن فولفو اس 60؟ الاس 60 هي السياره الميد سايز سيدان بفولفو. هالسياره بال 2014 عملت فيس ليفت. الفيس ليفت ببين اذا بدنا نشوف بالهيدلامبس يلي صاروا شوي مور فوكست. اوكي. بالجريل اوكي. بالجريل صارت كمان اكبر. صار عندنا ليعطوا السبورتي لوك اكثر وزياده فيها للسياره الليد لايتس يلي صاروا واطيين من تحت فعاطين هالديناميك لايتس هن فينا نعتبرهم هن دي رانينج ليد لايتس اذا بدك بضلوا مضويين بالنهار. بيعطوها اللوك اللي اكثر جاي سبور واجريسيف وديناميك يعني للسياره. هالسياره اتس سيدان بس مين لمين اتس ديزاين؟ لعائله لشخص هيك بيحب السرعه يمكن شكل السياره؟ اكشلي يعني اذا بدك بنبلش من حدا عم نحكي نحن الاعمار يعني اذا بدنا فوق 30 اوكي بس كمان بتلبق لشخص عمره 18 كمان يعني بتلبق لشخص عمره 18 اكيد لانه فيها فيرسيون يلي هي هلا بنرجع بنحكي على الانجنز مطولا يعني بس بالاجمال يعني التارجت تبع عم نحكي بين 28 وطلوع سياره مرتبه سياره لوكسيوز من جوا اذا بدنا نفتح السياره هلا بنرجع بنفوت على قلب السياره بتحس الفيل اوف كونفورت وقتها تقعد بقلب السياره واللوكس يعني من جوا بالخشب بالفينيساج يعني فينيساج والديتايات يلي موجودين بقلبها جوا. عم نشوف كمان الرير اند تبع السياره يلي اليوم موجوده بالبلاتو هي تي 5 تي 5 هلا سياره رائعه صراحه حتى التيل لامبس تبعها كثير حلوين هيدي السيجنتشر تبع فولفو التيل لامبس يعني دائما اللي بيكونوا بالشيء هيدا اكشلي في منها ثلاثه انجنز هيدي السياره بيجي منها تي 4 تي 5 وتي 6 تي 4 انجن يلي بيجي 1.6 لتر توربو 180 هورس باورز هيدا الانجن كمان فينا نعمل له بوست ثرو بول ستار يلي هي سيستر كومباني ل يلي بديزاين البوست اذا فينا نقول تبع بنعمل ريمابينج بتصير ب 200 شوفو 200 حصان بس بتضلها تي 4 بتضلها تي 4 بنفس تقريبا اذا بدنا نحكي ك كونسمبشن فيول كونسمبشن كمان ما كثير بتتغير اذا عملنا لها هيدا البوست تي 5 انجن بيجي كمان 4 سلندرز 2.0 توربو 240 حصان تي 6 صرنا بأول ويل درايف فيرجن سريعة كثير 3.0 304 هورس باورز فيري كول. بما انه صارت السيارة حاضرة نفوت عليها أكثر رح تخبرينا عن كذا فيتشر موجودة بقلبها وهالسيارة رح ندعيكم لداخلها حتى نشوف اللكجري بنفس الوقت كمان الهاي تك تبع الشركة السويدية فولفو. هلا اللي هيدي السنة صار في الأدابتيف ديجيتال ديسبلاي بقلبها للسيارة يلي هو على التابلو يلي صار ديجيتال هالتابلو يعني اذا بدنا صار اكثر بيرسونلايزد هلا مع اللي عم بفوت للسيق هيدي السياره لانه فيه ثلاثه ثيمز حسب كل هو كيف بحب يعني خط التيم تب يلي بحب يسوق عليه فيها التيم يلي هو اليجنس يلي هو كثير زن ببين بنشوف نقدر نشوف سبيد بنقدر يعني بنشوف كل شيء تقريبا فيه لون البيربل يلي في عنا تاني تيم يلي هو الايكونومي يلي بيفرجينا الفيول كونسامشن بيجي جرين بتعرف نحن الفولفو كثير بيهتموا بايه جو جرين وفي البرفورمانس يلي هو بحط لك كاونتر للسبيد وبيكون بالاحمر يلي هو اكثر بيخليك تحس الاجريسفنس وسبورتي فيل فيها للسياره حتى من جوا عم نشوف اكيد الانفوتيمنت سيستم الجلد اللي كثير حلو الليذر في ساج الخشب فيها خشب فيها السكار يعني معمول ديزاين فور لوكسري كمان ديزاين فور رودز بلبنان وين كان بالعالم فاكيد اتس فولفو بالنهايه وقت نحكي فولفو خلينا نحكي سيفتي بما انه عم نحكي فولفو كمان أكيد. اول شيء السياره فيها 8 اير باكس سيفتي وايز يعني فيها السبس اير باكس اللي بيطلع من البويب فيها الكرتن اير باكس فيها درايفر وباسنجر اير باكس فيها سيتي سيفتي سيستم يلي هي متميزه فيه الفولفو يعني اذا واقف قدامها هلا وقطعت قدام السياره فجاه هي اوفيت حتى اصلح لك شوي في شوي مسليدنج يعني الكونسيبت تبعها هي اذا في اوبستكل واحد قدامه لانه اوقات السنسرز تبعه ما بيقروا اذا كان بيدستريان ماشي في شيء اسمه بيدستريان ديتكشن بيقدر يجي عليها بس كسيتي سيفتي هي مور اوف ان اوبستكل فيها رادار بيقدر يلقط اذا في اوبستكل واحد قدامه ملتهيين نحن على الواتساب هلا كل العالم عم بيصير معنا نحن ما بنشجع يكون في واتساب بالسياره او تليفون والتها الواحد سهي بس سرعه كمان بدي
يحدد انه السرعه ما تكون اكثر من 50 بيشتغل سيتي سيفتي. هلا صار سكند جينيريشن بقلب السيتي يعني اسمه سيتي سيفتي سرعه 50 بتعمل اوتو بريكنج لحالها السياره وبحط لك بالساج اتواز اوتو بريك باي سيتي سيفتي. ليال لكن بدنا نحكي عن ال 3 years free service اذا اشترينا السياره كمان 3 years free warranty و unlimited mileage which is great. unlimited mileage ولما نحكي free service كمان بدي اقول انه اتس على كل شيء all parts and labor يعني فريمات كمان included زيت فلتر مساحات كل شيء included الا اذا دوليد يعني واحد لا بتعرف يعني هذا depending على كل حدا كيف بيسوق يعني. وسعر للسياره حبينا السعر ببلش يعني عم نحكي عن C4 انجن يعني حتى ببلش سعر ب 49,900 دولار including that. ثانك يو لكن ليال تشرفنا اكيد وبأوتو فوكس عم نتعرف على الفولفو اس 60 سياره كثير حلوه. اذا حابين اكيد تعرفوا اكثر عن سيارات فولفو فيكم تزورون بالمين شو روم تبعهم المتحف او كمان بجديده. نحن من أوتو فوكس بنشوفكم بكره كمان بالسياره من فولفو. Boss thinks you're becoming more serious. Your wife started trusting you again. And the best part, her parents think you've finally matured. But the truth is, you haven't changed at all.